في كل المؤلفات خادم العلم والعلماء رضي الله تعالى. وإذا تيسر مع الترجمة بعض مؤلفات الشيخ إن شاء الله بإذن الله. أنا كنت عارضه كثيرا يعني الشيخ يعني من زمان سمعته وعارضه ترجمته برضو بعض التراجم ورأيت صورته لكن لم أدري أن الشيخ يعني مدفون هنا. نعم وهنما يعني رأيت يعني تعجبت جدا. الأمور مرهونة بأوقاتها ومشيناها خطى كتبت علينا. في كل لكل لقاء موعد عنده سبحانه وتعالى وهذا الموعد مطابق للمصلحة إن شاء الله. فإن شاء الله أنا أسرع في الترجمة وأسرع في اتصال بكم لتوصيل هذه الأشياء مع بعض